كي عزريه، اهلا وسهلا مرحبا بك. خلينا نبداو. كي عزريه الرجل التونسي اللي قلبه في تونس وبدنه في باريس، كان تقدم نفسك للجمهور موقع صوت الضفتين؟ انا مرحبا بكم. انا عمري 59 سنه، مولود في جابس وعشت في جابس حتى تقريبا عمري 13 سنه، وبعد مشينا لتونس خاطر المكتب الفرنساوي باللغه الفرنسويه في جابس فيه كان الابتدائي ما فيهوش السكوندير، دونك سوا نقطع على القرايه ولا نكملوا في الليسي كارنو في تونس. دونك طلعنا عام 70 لتونس باش نكملوا قرايتنا مع امي في الليسي كارنو. كل عطله نهبطوا جابس، والى يومنا هذا دارنا في جابس، ونمشي مره في 6 شهور، مره توا برشا حاجات تبدلت في بلادنا، وقعدنا ديما بالعلاقه مع مسقط راسنا. قاعد عزريه، تكوينك العلمي، خاطر نعرفوك اليوم انت رجل اعمال في النهايه، ولكن انت رجل ثقافه في الاصل ورجل تفكر في تونس، شو قريت شو خدمت؟ بعد البكالوريا خدمت، عملت دبلوم في الكوميرس انترناسيونال، حليت حوانة شان تاع دكاكين الباس، وبعد جاو الشينوا. وقت جاو الشينوا الآية تقلبت في التجارة الملابس في فرنسا، كما توا عندنا في تونس السوق الباراليل اللي هو حطم كل لاغيغل كل ايه. ومن بعد مشينا، جات هكا شوية وقت اللي جا بن علي جا ولات فما شوية حماس يهود تونس، تفكروا اللي هما توانسة. أنا عمري ما ننسى حتى آخر دقيقة اللي أنا تونسي قبل كل شيء، وباسبوري تونسي أنا وبابا وأولادي وجدي الله يرحمه كان يدافع على تونس في دقاش مع الفلاقة. وقت جاء بن علي في الحكم فما برشا توانسة تفكروا اللي هما توانسة، وكانت فما طلب كبير 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 باش يرجعوا ويزوروا بلادهم ويتفقدوا أملاكهم ورزاقهم، ويتفقدوا يزوروا في المقابر جدودهم. اول حاجه اللي يعملوها من المطار ديريكت للجبانه باش يقراوا بعض القرايه الدينيه اللي طرحوا من على جدودهم ووالديهم. حليت وكاله اسفار مختصه على تونس 90%، لي كونغري لي سيمينير توزر. كنا الوقت هذا في توزر مع الأسف ما تلقاش بيت أوتيل ولا كرسي الطيارة ما بين فرنسا وتوزر. كنا جميع كنا وقت ما فماش خدمة نبعثوا التروازيماج لفرانسيس يعدي بالشهر في جربة الطقس مناسب وارخص من هنا. كانت الشغل كنت نعمل العريس، عريس اليهود اللي كانوا يعنوهم في المغرب وإيبيزا وفينيز، ولينا نهزوهم لتونس. عنا تبارك الله فنادق 5 نجوم، وعنا سيناغوغ من أجمل السيناغوغ في العالم، إن شاء الله تقعد هكاكا، إن شاء الله الحكومة هذه واللي جاية تستحفظ على السيناغوغ اللي هي من أجمل السيناغوغ. دونك خدمنا خدمنا خدمنا، جات الربيع العربي اللي هو انا ما نسميهوش ربيع، مارينا منه شيء، فهمتني؟ ما الحكايه وانت تعرف شنو اللي صار، البلاد وخرت وخرت وخرت، ما عادش نعرفوا مع شكون نحكيو، ما عادش نعرفوا خيط البكره وين. دونك الناس مش كان السوق اليهودي برك، السوق الفرنساوي، السوق الاوروبي، الكل ما عادش حاب يمشي لتونس. كنا قبل اللي يدخل للاجونس دو فواياج نتاعي يقول لي بونجور مسيو نحب نمشي لمراكش، نسمعوا ولكن قدرة ربي 99% ندوروا على جربة ولا حمامات. هذيك كانت خدمتنا واجب علينا، مش خدمتنا واجب، فهمتني؟ اليوم اللي تقول له برا عدي فاكونس في تونس، ولا برا عمل تالاسو في تونس، ولا برا عمل كونغري نتاعك في تونس، عبارة سبيتو، فهمتني؟
وانت تتحدثنا حدثنا مرحليا جبت بن علي، ولكن انا باش نرجع لك قبل شويه بن علي. تفضل. تونس عرفت اليوم مراحل، وانت تبارك الله في العمر عشت فتره بورقيبه، فتره بن علي، وفتره ما بعد 14 جافي باي مسمى تختار، ولكن عشنا ثلاثه رؤساء اخرين يعني. تبارك الله انت عشت مع سبعه رؤساء. اذا سميوهم رؤساء، فما رؤساء ما عرفناش كيفاش جاوا، كيفاش ما رينا منهم شيء. تقييمك اليوم، انت جبت برشا حاجات على السياحة والـ 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 والناس وكل شيء، تقييمك للوضع بصفة عامة التونسي، خلينا نحكو من باب ليس فقط السياحة، انت كمواطن تونسي، تونس وين ترى فيها ماشية تو؟ اليوم انا محير برشا، على خاطر ما ريناش كفاءات دي كومبيتونس اللي ينجموا يخرجوا البلاد من الأزمة، وهذه بخلاف قبل الكوفيد، هي ديجا قبل الكوفيد صعبت، بالكوفيد زادت هلكت. ما عناش، ما ريتش كفاءات، ما ريتش ضوء، كان عنا شوية إسبوار، أمل مع الله يرحمه سي باجي قايد السبسي، مشى الباجي ومشى نداء تونس ومشاتك الإسبوار. أنا كنت في مستير وقت اللي عمل الديسكور الكبير في ساحة بورقيبة، وريت نهار أنا في نهار سبته وربي سامحني ريت بورقيبة قام من القبور نهارها، وقت اللي باجي قايد السبسي عمل لك الديسكور التاريخي في مستير، ولكن لا أوسي سيت اون ديزيلوسيون، مرة أخرى ما رينا شيء، مرة أخرى دخلوا ديزانتيغي اللي ديزانتيغي بيرسونيل ماهمش مصلحة تونس. ما ريناش شكون اليوم، ما عناش اليوم شكون يضرب على الطاولة وفي لي زورغانيزاسيون المنظمات العالمية على تونس وعلى اسم تونس. قال لي واحد من الشخصيات التوانسة، قال لي قبل كيف نمشي في كونغرس عالمي الباسبور التونسي هو اللي يدخل الأول، لا يفتشوه، لا يلوجوا عليه ويفرحوا به دوبل. قال لي اليوم اللطف الباسبور التونسي هو اللي يفتشوه الأكثر، هو اللي يثبتوه الأكثر. هاو اليوم وين وصلنا. شخصيا قابلت وحكيت مع عديد رؤساء الأحزاب، كل مرة اللي يجيوا لباريس يحبوا يقابلوني نقابلهم نسمعهم، ما ريتش حاجة اللي تخليني نركب في ترا اللي باش يقول تونس باش تمشي للتقدم. ناخذ المغرب جابنا، علاش تي جي في في المغرب ومش في تونس؟ علاش كمون ابل لا نورماليزاسيون، كيفاش نقول بالعربي، علاش التتبيع مع اسرائيل؟ اليوم المغرب تستنى 200 الف سائح من اسرائيل ومن امريكا، واحنا ما عملنا شيء. هي امور سياسيه، ومانيش اختصاصي بالكل في السياسه، ولكن نلاحظ عباد تقدم واحنا ما قدمناش. Tu gardes en toi tout mon passé, des peines, des joies, des caprices, j'ai tout connu, tu m'as tout donné, que de souffrances et de regrets, est-ce la malchance, la destinée, j'ai pleuré en faisant ma valise, c'est toute ma vie qui défilait. J'ai fait une grosse bise. Adieu Tunis, ma bien.